مساء الخير جميعا متابعي القناة، أهلا بيكم في فيديو جديد. هيكون مختلف شوية النهاردة لأنه هيبقى مجرد دردشة بينا عن توائم الشعلة أو التوين فليمز. ناس كتير قوي بتسأل هم مين التوين فليمز وعرفهم إزاي وعرف إن هم موجودين في حياتنا إزاي. هنشوف كل ده النهاردة من خلال الفيديو، هنعرفه يعني، وهستعين في الفيديو ده عشان اكون مغطية اغلب الجوانب اللي انا عايزة اغطيها في موضوع توأم الشعلة. هستعين بمقال باللغة الانجليزية، هترجم اجزاء كبيرة منه وهضيف له حاجات انا اعرفها عن موضوع توأم الشعلة. ليه اخترت المقال ده بالذات؟ لان المقال ده فيه اغلب المعلومات اللي انا حاسة ان هي هتفيدكم في معرفة توأم الشعلة وعلامات وجوده في حياتنا. تمام، بس طبعا هضيف له حاجات زي ما قلت علشان نبقى غطينا اغلب النقاط او التساؤلات اللي بتخص موضوع توأم الشعلة. هيكون اللينك موجود في صندوق الوصف. وهنبتدي باول جزء في المقال، والجزء ده بيتكلم عن ايه هو التوين فليم او ايه هو توأم الشعلة. توأم الشعلة هي علاقة روحانية عميقة جدا مع شخص انت بتعتقد ان هو نصفك الاخر، واحيانا بيطلق عليه مرآة الروح. وفكرة توأم الشعلة دي او توأم مراية الروح هي مبنية على فكرة ان انتوا كنتوا فعلا كنتوا واحد صحيح، وتم انقسامكم الى جسدين. واحد الصفات المميزة الرئيسية لتوأم الشعلة والعلاقة توأم الشعلة زي ما كتير منكم عارفين انها علاقة بتكون فيها كتير من التحديات والاستشفاء. وده بيكون لان الطبيعة الانعكاسية لتوأم الشعلة هي بتحرك فيك وبتوري لك اعمق المخاوف اللي عندك والنقاط الضعف والمشاكل اللي عندك. بمعنى ايه علاقة انعكاسية؟ ان يعني هو بيعكس لك كل شيء فيك، وانت كمان نفس الشيء بتعكس له كل حاجة، فبيشوف كل مواصفاته وكل نقاط ضعفه اثناء وجودك وبسبب وجودك. ولكن برغم ان انت بتشوف الحاجات السيئة اللي فيك عن طريق توأم الشعلة بتاعك، لكن ده بيساعدك على انك تتغلب على الاشياء السيئة او الجوانب السلبية فيك. ونفس الشيء بيحصل للتوأم بتاعك، هو كمان بيتأثر بيك بنفس المقدار وبنفس الطريقة. واهم شيء ان كل واحد يعرف ان كل واحد مننا، سواء انت جزء من علاقة توأم شعلة او لا، انت واحد صحيح. تمام، كون ان في توأم شعلة في حياتك او مش موجود توأم شعلة في حياتك مش معناه انك ناقص. بالعكس، توأم الشعلة وجوده بيخليك تجمل وتكمل بعض الحاجات، وظهوره بيبقى أساسي للناس اللي محتاجين ده. لو انت مش محتاج ده فانت واحد صحيح بذاتك، ومش محتاج حتى توأم شعلتك يجيلك في الحياة دي او في البعد ده علشان يكملك او يجملك. لان على فكرة توأم الشعلة مش بالضرورة تقابله، يعني مش كل الناس في حياتها هتقابل توأم شعلة، بل بالعكس ده حاجة نادرة اصلا ان انت تقابل توأم الشعلة. بيجي للي محتاجينه فقط، يعني تقيا هو اللي محتاج توأم شعلته هيلاقيه جاله في حياته، غير كده مش هتلاقيه موجود. اوكي، الناس اللي بتؤمن بتناسخ الارواح عارفين ان توائم الشعلة ممكن ييجوا في حياة وفي حياة تانية لأ، او ييجوا في حيوات مختلفة وحيوات تانية لأ. الناس اللي ما بتؤمنش بتناسخ الارواح، انا واحده منهم بصراحه، مؤمنه ان توائم الشعله هييجوا، هما يعني هما كده كده هيقابلونا في قبل حياتنا دي ما تبتدي، قابلونا بعد ما حياتنا اللي على الارض وفي البعد الثالث تنتهي هيقابلونا، ولكن مش بالضروره يظهروا لنا في الحياه الدنيا او في البعد الثالث اللي احنا فيه. هيظهروا فقط للناس اللي محتاجينهم، بس كده كده انت ليك توأم شعله. برضو انا لسه مش ساتلد او مش مستقرة على فكرة ان كل واحد ليه توأم ولا لا، ولا كانت روحه مخلوقة
كاملة لوحدها، دي أنا لازم أبحث فيها أكتر. بس للناس اللي ليها توأم شعلة مش بالضرورة هتقابلوه. طيب نبتدي نشوف الحداشر علامة اللي هتلاقيهم موجودين في توأم الشعلة بتاعك أو توأم الشعلة بتاعك. أول حاجة إن انتوا لما هتتقابلوا هتحسوا إن انتوا عارفين بعض، تمام؟ يعني أول مقابلة ليكوا في البعد ده وفي الحياة دي هتلاقوا إن في زي إحساس عميق جدا بالإنجذاب وبإنك عارف الشخص ده وإنك مشتاق إنك كنت تشوفه، تمام؟ لأنك مقابلة توأم الشعلة بتكون محسساك كأنك رجعت لبيتك، كأنك رجعت للحضن اللي انت كنت مفتقده، وبالتالي هتحس انك يعني بتألف هذا الشخص وان في رابطة عميقة جدا جدا بينكو انت مش عارف هي جاية منين. دي اول حاجة. تاني حاجة هتلاقي ان انتوا متشابهين جدا، انت وتوأم شعلتك ممكن تكتشفوا وتلاقوا ان انتوا عندكم حاجات كتير قوي مشتركة، يعني في قيم ومبادئ مشتركة بينكو، خبرات سابقة مشتركة، اهتمامات، حاجات كتير قوي. انتوا الاتنين هتلاقي ان القصص اللي في الماضي بتاعتكو فيها مصادفات كمان والتشابهات كتير جدا في الخبرات. يعني ممكن تكتشف ان هو مش بس كان في نفس المدرسة اللي انت كنت بتدرس فيها او مش في نفس الجامعة، ده كمان كان في الكلاس اللي جنبك على طول بس انتوا ما كنتوش تعرفوا بعض مثلا. اوكي. العلامة التالتة هي ان انتوا بتحسوا ان انتوا بتكملوا بعض. وخدوا بالكم يا جماعة من ان انتوا تلخبطوا العلامات اللي انا بقولها دي مع توأم الروح او مع توأم الشعلة المزيف. اوكي. دايما تعرفوا ان ده توأم الشعلة ان هيبقى فيه ups and downs في العلاقة، تمام؟ انما توأم الروح هتلاقي دايما الحياة سموذ وسهلة وحلوة معاه لان هو توأم روحك، بالانجلش بيسموه سول ميت، رفيق الروح اكتر من ان هو توأم، هو رفيق الروح. الرفقة بتبقى دايما، انت مش هترافق حد او تصاحب حد وانت متضايق منه. فعلاقة توأم الروح تختلف عن توأم الشعلة بانها علاقة ما فيهاش داونز كتير، هي فيها توافق، ممكن تبقى مونوتونس كمان، يعني ماشية على إطار وعلى إيقاع واحد، ما يعني لا بتطلع عالي قوي ولا بتنزل تحت قوي، في تناغم، في تناسق، في هدوء، في سلام. توأم الشعلة بيوصلك لحالة الهدوء والتناغم والسلام بس بعد ما تروح في حتت فوق وتحت كتير معاه، لأن هو بيعرفك مشاكلك إيه اللي مش مخليك عارف توصل للسلام، تمام؟ توأم الشعلة المزيف بياخدك للداونز قوي بقى. توأم الشعلة المزيف ده بيبقى غالبا علاقة كرمية، بتتشابه احيانا في بعض اركانها زي الاركان اللي احنا قلناها لحد دلوقتي. ان توأم الشعلة المزيف بيبقى ممكن تحس انك عارفه، انك في حاجة رابطة غريبة بينك وبينه، تحس ان هو في حاجات متشابه معاك فيها، ولكن هتلاحظ على مسار العلاقة كلها ان الداونز او السلبيات بتاعتها كتير قوي، لدرجة انها بدل ما تعرفك عيوبك ومشاكلك وترفعك بعد كده لفوق اثناء التشافي والتعافي بتاخدك لتحت. ده توأم الشعلة المزيف. طيب نرجع تاني نكمل موضوع علامات توأم الشعلة الحقيقي بقى. قلنا ان انت بتحس ان انتوا بتكملوا بعض، حتى في الحاجات اللي انتوا مش فيها متشابهين، تمام؟ بتحسوا ان انتوا بتكملوا بعض. يعني ممكن مثلا تكون توأم شعلتك بتحب الطبيخ، انت ما بتعرفش تطبخ مثلا يعني، بينما انت بتحب التنظيف وهي ما بتحبوش، فانتوا ممكن تكملوا بعض في حاجة زي كده. ممكن انت تكون بتحب الحاجات اللي فيها الادب والشعر ومش عارف ايه، وتوأم شعلتك بيحب الحاجات اللي فيها الرياضيات والحسابات والكلام ده، فتكملوا بعض لو انتوا مع بعض. وللعلم توأم الشعلة مش لازم يكون حبيب او زوج، التوأم الشعلة ده ممكن يكون صديق او معلم او ام او اخ، يعني مش بالضرورة تكون علاقة توأم الشعلة علاقة عاطفية، ده اللي اقصد اقوله. وللعلم برضو توأم الشعلة مش بالضرورة يحصل بينك وبينه جواز حتى لو انت تعرفه في علاقة عاطفية. نادر جدا انك تقابل توأم شعلتك، ونادر اكتر واكتر انك تتجوز توأم شعلتك، تمام؟ للأسباب اللي قلناها، ان توأم الشعلة مش بالضرورة يكون حبيب
ممكن يكون اخ، ام، اب، معلم، حد اكبر منك بكتير قوي فما ينفعش بينكو جواز، او حد اصغر منك كتير قوي فما ينفعش بينكو جواز. وغير كده ان حتى لو انتم متوافقين مع بعض وبينكم قصة حب برضو مش بالضرورة تنتهي بجواز. للأسف this is how things are، هي معضلة توأم الشعر هي كده. طيب فاحنا قلنا تالت علامة ان انتوا بتحسوا ان انتوا بتكملوا بعض، تمام، زي ما قلنا عشان انتوا مراية لبعض. اوكي، انتوا عاملين زي البازل اللي بيكمل، كل جزء فيه بيكمل الصورة الكاملة. الجزء او المعلومة الرابعة اللي فيها بتقول ان تقدر تحدد ان ده توأم شعرتك او لأ، هي ان هو في وجوده في حياتك او اثناء وجوده في حياتك بيكبر قوي، او يعني بيامبليفاي، بمعنى ان هو بيعظم قوي من المخاوف بتاعتك ونقاط الضعف. بمعنى ايه؟ مش ان هو بيزودها، بمعنى ان هو بيوريها لك قوي، بيوريها لك بوضوح. تمام، ليه يحصل كده؟ لان هو اصلا الغرض من الالتقاء بتوأم شعلتك هو ان يساعدك ويدعمك في انك تحقق مهمة سامية ومهمة نبيلة، قد تكون مهمة إلهية في الحياة. تمام، عشان كده النوع ده من العلاقات بيعكس مشاكلك ونقاط الضعف العميقة اللي جواك عشان تقدر تشتغل عليها في انك تتشافى وتنمو، بحيث انك تقدر بعد كده تحقق الهدف الأسمى من وجودك وتحقق مهمتك اللي انت جاي عشان تحققها على الأرض او في البعد التاني. خامس علامة هي الإحساس بالمغناطيسية اللي بينكم. أوكي، يعني من أول ما بتتقابلوا لحد آخر يوم أنتم مع بعض فيه بتحس إن أنت منجذب للتوأم ده بشكل مش طبيعي، فيزيكلي وإيموشنالي وكل حاجة، يعني جسديا وعاطفيا، خصوصا لما يبقى قريب منك. أوكي، ولما حتى بيبعد عنك بتبتدي بقى احاسيس الاشتياق، احاسيس تبتدي تفتكر الذكريات، تفتكر مواقف، يعني انجذاب عن البعد وعن القرب، يعني في الحالتين في البعد وفي القرب هتلاقي فيه انجذاب غريب مش عادي، وكأن الطاقة بتاعة الشخص ده اللي هو توأم شعلتك دايما معاك ودايما عايزاك تقرب، كأنه مغناطيس فعلا بيحاول يقربك. يعني وانتوا قريبين من بعض بيبقى الانجذاب في اقوى حالاته، وانتوا بعاد المغناطيس شغال برضو عشان يحاول يجيبكوا تاني تبقوا جنب بعض. سادس علامة هي ان العلاقة tumultuous، يعني علاقة متقلبة جدا بينك وبين توأم شعلتك. العلاقات بين التوائم الشعلة دايما بتبقى فيها تقلبات كتير زي ما قلت، ups and downs، كأنك في مركب أو في قارب في البحر. تمام، فبالتالي أوكي، أنت في ال ups and downs دي وفي الصعود والهبوط بتواجه نفسك، بتواجه الأجزاء اللي في نفسك اللي أنت ممكن تكون ما بتحبهاش، لأنك بتشوف أسوأ ما فيك. زي ما قلنا هو بيعظم لك أو يكبر أو يحط تحت العدسة المكبرة كل مساوئك ونقاط ضعفك. فانت في اثناء ذلك لما بتشوف الحاجات دي بتحس بالتحدي، اوكي، وبتبتدي ان انت يتصلح الحاجات اللي فيك دي او تتحداها، وبالتالي انت هتنمو. والموضوع ده مش بيحصل لك انت بس، وبيحصل له هو كمان، لان في اثناء التقلبات الفظيعه دي انت كمان بتعرفه عن نفسه حاجات، وبالتالي هو كمان بيبتدي يصلح في نفسه وبيبتدي ان هو ينمو. سابع علامه هي ان العلاقه حادة وقوية جدا. اوكي، يعني مثلا هنقولها ازاي، انت وتوأم شعلتك مرتبطين قوي جدا جدا ببعض على المستوى الروحاني، وبالتالي انتوا بتحسوا كل حاجة بتحصل، كل المشاعر بتحسوها بشكل عميق جدا، بسبب ان يعني انت لو بتحب حد تاني مش توأم شعلتك هيبقى فيه مشاعر، هيبقى فيه قلق، هيبقى فيه غيرة، هيبقى فيه فرح، هيبقى فيه سعادة، هيبقى فيه كل الحاجات الحلوة والوحشة، ولكن على مستوى سطحي شوية.
مقارنة بعلاقة توأم الشعلة. توأم الشعلة كل حاجة معاه اضربها في 3 في 4 في 10، فهتبقى الأحاسيس أقوى وأكثر عمقا. أوكي، وبالتالي بتبقى العاطفة فعلا متأججة ومتوهجة بينك وبين توأم الشعلة. علاقة حبك مع توأم الشعلة إذا كانت هي علاقة حب، علاقة ارتباطك بيه سواء كان معلم أو أب أو أخ، هتلاقيها مختلفة عن بقية العلاقات تماما. يعني ممكن تكون حبيت حد غيره قبل كده، أو هتحب حد بعده قبل كده لو هو خرج من حياتك، وتوأم الشعلة ممكن يخرج طبعا، بس هتحس إن لأ، الحب بتاعه ده كان غير، مستوى تاني خالص. ممكن يبقى عندك كذا أخ من إخواتك، بس واحد بس هو اللي انت بتنائر على طول فيه، هو بينائر فيك وبيطلع أسوأ ما فيك وبيطلع أحسن ما فيك. وفي أخ تاني وأخت تانية ممكن تكونوا علاقتكم كويسة مع بعض، بس علاقتكم مش بتديكوا الدفعة ولا بتحرك فيكوا الأحاسيس اللي بيحركها فيكم الأخ ده. ممكن يكون درسك على مدار حياتك ناس كتير جدا، بس حد معين كان هو ده المنتور بتاعك، يستفزك أحيانا، بيشجعك أحيانا، بيطلع أسوأ ما فيك وبيطلع أحسن ما فيك وبيخليك تنمو. فخدوا بالكم من اختلاف مستوى العلاقة بين الناس العادية وبين توائم الشعلة. العلامة التامنة ان انتوا دايما بتتجمعوا، يعني حتى لو الدنيا فرقتكم او انتهت العلاقة او سافرتوا او اي حاجة حصلت، طالما انتوا لسه موجودين في نفس البعد، يعني عايشين في نفس الحياة، الدنيا بتجمعكوا تاني. عدى شهر، عدى سنة، عدى 20 سنة، بتتجمعوا تاني. عشان كده بنسمي العلاقة بينهم المطاردة، the chase، لأن هي جزء لا يتجزأ من علاقة التوين فليم أو توأم الشعلة. وفي مرحلة ما في العلاقة ممكن حد منكم يمشي لأنه خايف، لأنه غضبان، لأي سبب إن كان، بس دايما دايما هتلاقي إن انتوا رجعتوا تاني. زي ما قلت لكم الموضوع ممكن ياخد شهور، سنين، عشرات السنين، لكن دايما هتلاقوا بعض. العلامة التاسعة هي ان الرابطة اللي بينكم بتحسوا انها رابطة إلهية او فيها شيء مقدس. ليه بقى؟ لان هي العلاقة دي هي سماتها كده، زي ما قلت لكم هي مش زي اي علاقة تانية. لما هتقارن بينها وبين اي علاقة تانية في حياتك شبهها في الاسم، هتلاقي لا، هي العلاقة بتاعتك مع توأم الشعلة دي غير، هي دايما مختلفة. والكاتبة هنا بتقول ان في شعور او احساس ان انتوا اتجمعتوا بقوة إلهية، يعني هتحس ان الشخص ده دخل في حياتك وتواجد في حياتك مش بشكل عادي، حتى وجوده في حياتك ما كانش حاصل بشكل طبيعي. يعني انت ممكن مثلا تتجوز حد او تحب حد، قابلته في شغلك، مش عارفة ايه، حد جابهولك في جواز سرونات، معرفش كده، علاقة مقابلة عادية. توأم الشغل هتلاقي مقابلته كانت مختلفة، حتى لو جايلك سرونات، حتى لو جاي لك في شغلك، بس هتلاقي الدخلة اللي دخل بيها حياتك مش عادية، وغالبا بتبقى فيها مشكلة. عارفين المثل اللي هو بيقول ما محبة اللي بعد عداوة؟ هو كده، هو ممكن يقابلك يتخانق معاك في الأول، يقابلك يخبط عربيتك في عربيته يحصل حادثة بينكم، يقابلك ان انتوا في قعدة جواز الصالونات دي مثلا يضرب الميعاد ما يجيش اصلا، حاجة كده، وتفاجئ ان هو جه في حياتك، الدنيا جمعتكوا تاني. يعني بتحصل حاجة غريبة، تحس ان هو ايه ده، الشخص ده انا يعني دخلته كده في حياتي غريبة مش طبيعية. طيب العلامة العاشرة هي ان انتوا بينكوا حاجة زي ما تكون رابطة روحانية كمان. بمعنى ايه؟ يعني ممكن تتواصلوا مع بعض بمجرد نظرة، تفهم هو عايز ايه او هو يفهم انت عايز ايه، بمنتهى الاريحية والبساطة. بتحس ان انتوا في تخاطر بينكم، مش مجرد ان انتوا بس تتكلموا يعني تعملوا حاجات معينة مع بعض، لا لا لا، التواصل بينكم سايكيك، يعني في شيء من الروحانية اللي هي يعني كأنها تخاطر، كأن انتوا قاريين دماغ بعض، كأن في بينكم تيليباثي او تخاطر ذهني. اوكي، فدي برضو حاجة، يعني ممكن قبل ما ينطق كلمة تروح انت ناطقها،
هتتقابلوا النهارده وانت كان نفسك تشوفه لابس حاجه معينه تيجي تلاقيه لابسها من غير ما تطلبها منه. لو انتوا متجوزين، من القله القليله جدا من التوائم المتجوزين، هتبقى مثلا راجع البيت مراتك فاكر انها هتكون طبخه حاجه غير اللي انت عايزه، تلاقيها طبخه بالظبط اللي انت كنت عايزه. انت هتبقي مثلا فاكره ان جوزك مش هيخرجكم النهارده. انا مش بتكلم في المطلق، انا بتكلم في توائم شعله اللي هم كل الساينز اللي فاتت او العلامات دي كانت عندهم، وبالتالي حتى في المواقف الطبيعيه العاديه في الحياه هيختلف التفكير. بقى هنا احنا بنتكلم على علاقه توأم شعله يا جماعه. فانت فاكره ان جوزك مش هيخرجك ومش فاكره عيد ميلادك و هتلاقيه محضر لك الهدية اللي انت كان نفسك فيها جدا، وعامل لك سيربرايز بارتي مثلا، او عامل لك حفلة عموما حتى لو مش سيربرايز، مش مفاجأة. وهتلاقي انه عارف بالظبط الحاجة اللي انت عايزاها، وجايب لك بالظبط الحاجة اللي انت كان نفسك فيها. بقى يعني الموضوع مش مجرد ان هي رابطة عادية بينك وبين شخص، او بينك وبين شخص، هي رابطة تخاطرية. انت عارف بالظبط هو عايز ايه من غير ما يقوله، ومن غير ما ينطقه، ومن غير ما تكونوا في نفس المكان اصلا. اوكي، ولو في نفس المكان مش محتاجين تتكلموا كتير، وخصوصا لو بينكم ناس كتير، ممكن بنظرة، ممكن بحركة معينة، ممكن بلفتة معينة تفهموا بالظبط التوأم بتاعكم عايز ايه. اخر علامة اللي هختم بيها الفيديو ده، مع ان المقال لسه فيه جزء كبير تاني بيتكلم عن مراحل علاقة توأم الشعلة، اذا انت عرفت فعلا ان انت في علاقه توأم شعلة فهي ليها مراحل، 8 مراحل تحديدا. ممكن اعمل فيديو جديد عنها لو لقيت فيه تفاعل مع الفيديو ده ان شاء الله. فميك شور او تاكدوا ان انتوا تعملوا لايك وتعلقوا على الفيديو ده، واكتبوا لي كل اسئلتكم علشان اقدر اجاوبها عليكم، سوري اجاوبها لكم مش اجاوبها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اخر علامه من علامات توأم الشعلة هي ان دايما تلاقيه بيحفزك وبيدفعك انك تكون احسن. لان توأم الشعلة زي ما قلت لكم هو عبارة عن مراية، فهو بيتحداك دايما انك تكون افضل، لان هو بيوريك نفسك باخفاقاتك، بقدراتك، بالحاجات اللي ناقصاك والحاجات اللي اوريدي عندك. اوكي، فبما ان انتوا الاتنين توأم وبتكملوا بعض، وانتوا الاتنين في الاساس هدفكم ان انتوا تكملوا بعض وتتقدموا على المستوى الروحاني وعلى المستوى الدنيوي كمان، فوجودكم في علاقة مع بعض هيخليكم دايما دايما تبقوا أفضل. هي علاقة توأم الشعلة زي ما المقالة بتقول هي علاقة يعني متوسعة أو كبيرة أو نامية جدا، ودايما بتحفزك للنمو، وإنك تكون من مكانة تطلع لمكانة أفضل، ثم مكانة أفضل وأفضل وأفضل، لحد ما توصل لسموك الروحاني وتحقيق الأهداف المخلوقة عشانها في البعد ده. بشكركم جدا على استماعكم وعلى اهتمامكم، وأتمنى أن الفيديو يكون يعني كان مفيد بالنسبة لكم. هستنى تعليقاتكم واللايكات بليز، وياريت شير، واللي مش مشترك في القناة يعني فضلا وليس أمرا يشترك. وهشوف كده لو لقيت كمية تفاعل مناسبة ممكن اكمل لكم مراحل علاقة توأم الشعلة اللي هي 8 مراحل ان شاء الله. وميرسي ليكم جدا، شكرا والى اللقاء.